اهلا بيكم في حلقه جديده من قناتكم خبراء اللغه الانجليزيه. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع قاعده جديده وهي شرح الافعال الناقصه في اللغه الانجليزيه. اولا تعريف الفعل الناقص. ايه هو الفعل الناقص؟ الفعل الناقص هو فعل يساعد الفعل الاساسي، علشان كده سمينا الفعل الناقص لانه موجود ووراه فعل اخر، فهو فعل يساعد الفعل الأساسي ويأتي بعده الفعل الأساسي في المصدر. زي مثلا نقول الفعل should. الفعل should هو فعل من الأفعال الناقصة، يستخدم للتعبير عن عمل مرغوب فيه ويفضل أن يحدث، يعني من الأفضل أن الكلام ده يحصل لكن لا يحدث في تلك اللحظة. فعشان كده أنا بقول لك اعمل كذا بس مش تعملها دلوقتي، تمام كده؟ لأن احنا بنتكلم في المضارع، في المضارع البسيط كمان، يبقى احنا هنا بنتكلم على نصيحة في الوقت الحاضر. زي ما اقول لحد you should phone your father every week، ينبغي ان تتصل بوالدك كل اسبوع، تمام؟ هنا عندي should فعل ناقص، جه بعديه الفعل phone يتصل في المصدر بدون اي اضافات. او you should eat less food، انت بتنصح واحد صاحبك وزنه زايد ان هو ياكل طعام اقل، فبتقول له you should eat less food، ينبغي ان تاكل طعام اقل. اذا هنا استخدمنا الفعل should وهو بيعبر عن النصيحه، وعرفنا ان هو من الافعال الناقصه، اي انه بيحتاج فعل وراه تاني، والفعل دائما وراء الفعل should بيكون في المصدر. ثانيا الفعل may. الفعل may يعبر عن اذن او ترخيص لشيء، او مثال may I come in ده سؤال بمعنى هل يمكنني الدخول، تمام كده؟ may I come in، تمام؟ خلي بالك بدأنا السؤال بالفعل may وحطينا الفعل come في المصدر للتعبير عن احتمال حدوث شيء ما في الحاضر والمستقبل، ويأتي بمعنى ربما، يعني الحاجة دي ممكن تحصل دلوقتي في الحاضر أو في المستقبل. مثال I may call you tonight، ربما سوف أتصل بك الليلة، يعني ربما سوف أكلمك الليلة بس ده مش أكيد، تمام؟ مثال آخر إذا بدأنا السؤال بالفعل may فيصبح معناه طلب الإذن، يعني أنا بطلب الإذن مثلا من حد، فبقول مثلا لوالدي may I go out with my friends today dad، هل يمكنني أن أخرج مع أصدقائي اليوم يا أبي، فأبدأ بمي وبحط الفاعل I طبعا، وبحط الفعل في المصدر هو go، معلش نمسح التي دي. May I go out with my friends today dad، هل أقدر أخرج مع أصدقائي اليوم يا أبي. ثالثا الفعل كان. يعبر الفعل كان عن القدرة العقلية والجسدية في الحاضر، بمعنى أن أنت تستطيع تعمل حاجة أو تقدر أو ممكن أن أنت تعمل حاجة. استخدامات الفعل كان. أول حاجة بمعنى يستطيع، مثال I can speak three languages، تمام؟ هنا أنا أستطيع أن أتحدث ثلاث لغات، يبقى بعد كان هحط speak في المصدر. اثنين مع وسائل المواصلات، You can take the bus to طنطا، تقدر تاخد الباص إلى طنطا، تستطيع أن تأخذ الأتوبيس إلى طنطا، برضو كان بيجي وراه الفعل take في المصدر، تمام كده؟ سهل جدا الفعل كان. ولو بدأنا بيه السؤال يبقى مثلا can you مثلا swim، هل تستطيع السباحة، وهكذا. طب ممكن استخدم الفعل كان ده برضو في طلب الإذن، زي ما مثلا ممكن نقول لوالدي مثلا can I خلاص take my phone أو my camera، ممكن اخد الكاميرا بتاعتي. Can I take my camera dad، هل يمكنني ان اخذ الكاميرا بتاعتي يا ابي. يبقى احنا هنا اتكلمنا عن ايه؟ عن برضو طلب الاذن زي may ب عن طريق can، خلاص كده. رابعا واخيرا الفعل must. الفعل must بيعبر عن التأكيد، تمام؟ للتعبير عن الضرورة الحتمية والإلزام، يعني حاجة أنت ضروري تعملها أو ملزم بها، زي القوانين وإشارات المرور. زي ما أقول مثلا الواحد You must drive at 60
mile per hour in here. يعني ينبغي أن تقود بسرعة 60 ميل في الساعة هنا. طبعا عندك must هيجي وراها drive. drive في المصدر خلاص. وهنا في إلزام بأنك تقود بسرعة معينة. The teacher said to the student. الطالب المدرس قال للطالب you must come to school at 8 o'clock. لازم تيجي المدرسة الساعة 8. هنا في قانون وإلزام. وإن ما فعلش الشخص القانون أو الإلزام فبتبقى فيه نوع من أنواع العقوبة. ده كان درسنا النهاردة على السريع. جرامر في دقيقة. شرح الأفعال الناقصة. may وشود وكان وماست. في أي تعليق سيبونا أسفل الفيديو. نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. نشوفكم إن شاء الله قريب حلقة جديدة من خبراء اللغة الإنجليزية. السلام عليكم.